أهلا بكم أصحابي وصحباتي. وكما تكلمنا في الحلقة السابقة عن الشاي الأخضر وفوائده لصحة الإنسان، اليوم نتكلم عن سلسلة من المشروبات الساخنة والتي نتناول فيها عن البابونج وفوائده للجهاز الهضمي وعلاج القلق والاكتئاب والانتفاخ. البابونج فوائده عديدة وكثيرة، فهو يعالج ألم المعدة وألم الرأس وغيرها. لطالما تم استخدام البابونج من ضمن قائمة الأعشاب الطبية، واشتهر البابونج مغلي البابونج بقدرته على مواجهة العديد من الأمراض، وهذا ما أثبته العديد من الأبحاث. البابونج يساعد في تعزيز المناعة. هل كنت تعلم من قبل أن البابونج هو مضاد حيوي طبيعي فعال؟ إذ يعمل البابونج على تعزيز المناعة وزيادة حصانة الجسم ضد العدوى والالتهابات، وبهذا فإن مغلي البابونج قد يكون فعال في علاج الإنفلونزا وأمراض البرد والتخفيف من أعراضها. يساعد في علاج الأرق واضطرابات النوم. طبعا لبعض الدراسات يعتبر مغلي البابونج مهدئا للأعصاب، ويساعد على الاسترخاء وتناول منه ثلاثة إلى أربعة أكواب من مغلي البابونج يساهم في علاج الأرق. أكدت الدراسات والتجارب المختبرة على الحيوانات أن تناول كميات صغيرة من البابونج قد يساهم في تخفيف القلق ويساعد على النوم وحل مشاكل اضطرابات النوم. البابونج يساعد في علاج الأمراض الجلدية وتقرحات الفم. وجد أن شرب مغلي البابونج أو الاستخدام الموضعي له قد يساهم في علاج بعض المشاكل الجلدية وتهدئتها، مثل الأكزيما والتهابات الجلد وطفح الحفاضات. كما تشير بعض الدراسات إلى كون البابونج مفيد كما غسول للفم، ويساهم في علاج تقرحات الفم وتعزيز صحته. أكدت الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة بأن تناول مزيج من البابونج والمرمرية قد يكون مفيدا لصحة الفم في حالة تم استخدامه من 4 لـ6 مرات في اليوم. البابونج وأعراض متلازمة من قبل الحيض. وجد بعض الدراسات أنه بعد شرب مغلي البابونج لمدة أسبوعين لوحظت زيادة في مستويات الحمض الأميني جلاسين، الذي يساهم في خفض تشنجات العضلات، كما يساعد على استرخاء الأعصاب، مما يساهم في التقليل من الأعراض المتلازمة السابقة للحيض، مثل التوتر وتقلصات الرحم وألم البطن. البابونج أيضا له فائدة بالنسبة للأطفال. تستخدم العديد من الأمهات مغلي البابونج في علاج العديد من مشاكل الرضع، مثل المغص والإسهال والحمى. وقد أكدت الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة أن تناول الرضع لمغلي البابونج بكميات بسيطة يساهم في تخفيف الألم البطن والمغص، وذلك لكونه محارب لتشنج العضلات ومهدئ لاضطرابات المعدة ومضاد للإسهال. ولكن لا يوصح لمن هم دون 5 سنوات بتناول ما يزيد عن 0.5 كوب من مغلي البابونج يوميا. ويجب التأكد من درجة الحرارة المغلي قبل إعطائه إياها. البابونج أيضا مفيد جدا للبشرة. يعتبر البابونج من أحد الأعشاب المفيدة جدا لصحة الجلد والبشرة، بفضل خواصه المطهرة وخصائص الشفاء الموجودة فيه. غناه بمضاد الأكسدة القوية التي تجعله بمثابة مضاد للالتهابات، وخاصة عند تطبيقه بشكل مباشر على الجلد. يعتبر البابونج محارب لبقع البشرة الداكنة ومبيض طبيعي لها،
ويقلل من الدكانات ويقلل من الدكانات الغامقة بالنسبة للموجودة في الوجه، وبهذا فهو فعال في تفتيح البشرة. ويمكن تطبيق مغلي البابونج البارد على الجروح البسيطة والخدوش، إذ يعمل على تطهيرها وتهدئتها ويسرع من عملية شفائها. البابونج أيضا مفيد بالنسبة للشعر. البابونج بديل طبيعي للصبغة الفاتحة، إذ أن شطف شعرك مرارا بمنقوع البابونج يساهم في تفتيح لون الشعر بشكل تدريجي. يعرف البابونج بكونه فعال في علاج بعض مشاكل فروة الرأس، ويعتبر فعال في علاج القشرة. على الرغم أن البابونج عشب طبي ذات فوائد كثيرة، إلا أنه يجب مراعاة ومعرفة بعض الحقائق قبل تناوله، ألا وهي بحسب توصيات يجب على النساء الحوامل عدم تناول مغلي البابونج، إذ أنه يمكن أن يزيد من مخاطر الإجهاض. قد يكون البابونج تأثير مشابه لتأثير هرمون الاستروجين الذي لا ينصح للنساء اللواتي يعانين من أمراض مثل سرطان الثدي أو سرطان الرحم بتناوله، إذ أنها قد ترفع من خطر الإصابة. بعض الأشخاص قد يظهرون حساسية من البابونج، تظهر أعراضها على الأغلب على هيئة مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي، فيجب الابتعاد عنه. وكما قلت في الفيديوهات السابقة وكثير من الفيديوهات، أن الإكثار من الشيء غير صحي، والوقاية خير من العلاج. حتى نلقاكم، لكم مني خالص تحياتي وشكر لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.